وشكم بروكه تخلي لكم ان شاء الله هاد ليله القدر بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نبدلو شويه، ضروري ما خصنا عاوتاني نفكروا في الوليدات لان ضروري كيبغوا هما لي بيسكوي اللي تيكونوا بالشوكولا وهذا. المهم اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد البيسكوي اللي كيجي زوين بالشوكولا وبالفلون. عندي غادي نبدا، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، عندي جوج معالق كبار ديال السكر كلاسي، عندي هنايا عندي بيضه، عندي جوج معالق كبار ديال المايزينا، عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه، عندي هنايا فلون شوكولا، وعندي هنا فانيا وحده ومعلقه غادي تكون ممسوحه يعني تقريبا واحد 5 غرام حتى 4 غرام 5 غرام ديال الخميره، حاولوا ما تكثروش عليها. عندي هنايا الطحين حسب الخليط، ها هو غربلتو لي هنايا، غنبقى نديرو شويه بشويه. عندي هنايا التزيين، عندي شوكولا كما كتشوفوا اللي كنستعملو، عندي هنايا اللوز كما عفوا القرقاع، اللوز القرقاع كاوكاو فول سوداني او كاوكاو، فهو كما كتشوفوا هنمشتو على الطريقه بحال هكا بحال هكا، يعني غير اي خصو يجي بحال على هذا الشكل هكا غير مهرمش صافي. وعندي هنا خلاص قبصه ملح، بسم الله نبداو. نتوما كما كتشوفوا فاش تنخلطوا هنا الزبده كتخلطوا هذيك السكر كلاسي، دابا غادي نضيفوا البيضه وغادي نضيفوا نص كاس ديال وغادي نضيفوا الفانيليا ديالنا وغادي نبقى نخلط مزيان العناصر ديالي كما كتشوفوا بهذا الشكل حتى تخلط تخلط العناصر. هنايا غادي نضيفو الفلون ديالنا وغادي نبقاو نحركو مزيان الخليط حتى يندمج لينا ديك الفلون هكا كما كتشوفو، غادي نبقاو نحركو غير حتى اون فوا ندمج لينا ديك العناصر ديالنا غادي نزيد مايزينا وغادي نبقى نحرك مزيان الخليط ديالنا القليل من الدقيق. البنات هكا خاصنا نديرو الخميره يعني واحد 4 غرام، الا فوتو 5 غرام ما ديروش الخميره بزاف صافي. وغادي نبدا نحرك شويه بشويه وانا كنضيف الطحين ديالي حتى تجانس ليا مزيان ديك العجين بشويه بشويه حتى نكمل العجين كامل ويشد راسو. هذا هو الخليط ديالنا من بعد ما كنجمعوه بالطحين، كنبقاو نديرو الطحين شويه بشويه حتى تيتجمع لينا كما كتشوفوا. المهم دابا غادي نديرو في السلوفان ونخشي في الثلاجه واحد شويه. هنا هما البنات انا ديجا صايبتهم، المهم كان كتقبضوا العجين كورتو ومن بعد قديتو على بهذا الطول هكا من بعد وحدين ديال هكا بواحد المريشم. المهم هادو بغيت نديرهم على بحال ديك الحلوه ديال السنيكرز يجيو هكا طوال وغنوريكم كيفاش. من بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا هما كنطيبوهمش بزاف غير شويه باش يبقاو لينا فتيين. هادو انا شكلتهم هكا درت لهم هي الشوكولا هكا من الفوق كما كتشوفوا، وهادو انا غادي نوريكم كيفاش. هنايا ها هو داك الشوكولا ديالنا انا ذوبته، بديت كندير فيه دوك كاوكاو اللي مهرمش كما قلت لكم يكون غير مهرمش يعني بقاو فيه دوك الطروفه صافي. دابا غادي نبقى ننزل فيه دوك الحلوات الطوال ديالنا غادي يجي شكلهم واحد شوكولا محبب. ها هو كيفاش كيجي الكاتو ديالنا من الداخل، هو كيجي معلك وكيجي زوين ولديت. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وشكرا على المتابعه ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.